لمستها براس ابو عبيان، خليت شرار عيونه طفار. بيدي هذه على الارض كذا، وبيدي كذا وبقص كذا. هذه انا شايفها هذه. إيه؟ كسرت له راسه. إيه؟ كسرت له راسه كذا، كسرت له راسه. كفو كفو. طفار. هذا كمان. راح اصدك، تعال وراي. من اول والدي اسعى. ما نقرا. زي ما ابو عبيان ونصيده ونطلع من الشط. ايش تيدك؟ شوفوني. اعزائي المشاهدين، انتظرونا يوميا بصيد جديد. ان شاء الله احنا اخوانكم. انت ما صيد هنا الزملك اخوك كومته، خليت بس ثوره راس. لا تعاش تيدك انت والله صايد مبين. ما عليك زول، احنا نصيد من زمان بس شنو التقينا بهذا الولد. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين قواك الله. الحمد لله. انت شلون؟ شنو احنا جايين نصيد هنا؟ شنو اكو سمك؟ والله اكو سمك وطير موجود بس قليل قليل. هذا هو جف على النجف. جف صار له وايد، وهذا شفته عليك وايد وايد. لقينا سمك طالع هنا هواي اليوم. هذا يقول لك النتاله طاقين دوامه. غير شنوهم يعني؟ هذا الدوله ما ندري والله. يعني ما اشوفهم هنا دوله انت متحاسب؟ ما ندري بعد، ما حد يدري بيهم. هم احنا غاد ببغداد عندنا مصيبه. احنا ما حد عملنا لنا قبل يكبونا. ابو الظل. السالفه تعبانه هنا. مشكله، هسه هذا الطير خنقته وموتته. وبعدين مسكته من ديله وبرمته وبرمته. قم لا تكسر بربرتك الشخت يترخصكم. قم بدري 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 يا شيخ. من نوم من نوم من نوم من نوم. مشكور اخوي. يلا سيما الله اخوان. اهلا وسهلا.